ألقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس مجلس أمناء مؤسسة واحد من الناس وعضو مجلس أمناء مؤسسة معا للعشوائيات كلمة هامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عن تجربته في تسليط الضوء على مشكلة العشوائيات في مصر. ألقى الليثي كلمته في حضور السفير ماجد عبد الفتاح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والدكتور طارق الشفعي رئيس جمعية الأطباء المصرية الأمريكية والسفير أحمد فاروق قنصل مصر بنيويورك والسيد نبيل الميداني رئيس النادي العربي بالأمم المتحدة وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني الأمريكي وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي وعدد كبير من أعضاء الجالية العربية وكذلك المصرية في الولايات المتحدة. في عام 2010 انطلقت واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي لا تهدف للربح وهدفها الوحيد المساهمة في تطوير وتنمية المجتمع وبدأت عملها تحت اسم واحد من الناس. ضم مجلس أمناء المؤسسة نخبة من رواد العمل التطوعي وترأسه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي وتم اختيار الأستاذ نيازي سلام رئيس بنك الطعام نائباً لرئيس مجلس الأمناء كما تضمن المجلس أسماء بارزة في العمل التنموي والتطوعي. نجحت المؤسسة في مساعدة آلاف المرضى من خلال القوافل الطبية وتوفير الأدوية والمساعدة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى مثل زراعة الكبد والكلى والقسطرة ودعامات القلب. احنا ربنا كرمنا يعني بوعد الحلال وقعونا في برنامج واحد من الناس وعملنا عملية للطفل. الحمد لله عملت عملية في إيدي. ساعدوني وعملت عملية الزرع. بعد العملية اتغيرت كل حياتي. ملاك عملت عملية تطويل الأوتار بالتعاون مع مؤسسة واحد من الناس. ساندونا وعملونا الحلم اللي احنا ما كناش نحلم بيه عشان نشوف ابني يسمع وبيتكلم. النهاردة هو بيتكلم بقول بابا 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 ماما ماما يا رب. كما وقعت المؤسسة اتفاقات مع عدد من الأطباء لاستقبال حالاتها مجانا. والله أمو بواجب يعني صراحة مهمين. احنا نشكرهم والشكر الشكر كذا يمكن نقعد سنة نقولش ألف شكر لهم كله. أما في مجال التعليم فأطلقت المؤسسة مشروعا للارتقاء بجودة التعليم في المناطق الأكثر احتياجا وكذلك وفرت العديد من فرص العمل. اللي عاوز 150 واللي عاوز 60 لو ما كانش فيه فلوس في الجمعية كنتش قدرت أصرف على أولادي. أشكرهم كلهم طبعا وأشكر كل اللي ساهم في تعليمنا وأشكر واحد من الناس وأقول لهم ألف شكر. تمكنت مؤسسة واحد من الناس خلال عامين في توفير سكن للأسر الأكثر احتياجا في المناطق العشوائية غير الآمنة. من الشارع لبلاط واربع حيطان بالنسبه لينا احنا حلم كبير قوي دوت. وانا دلوقتي استلمت والشقه كويسه والحمد لله واشكر كل اللي وقف جنبينا وساعدنا. مش مصدقه ان انا خدت سكن انا وعيالي وانا مش شايل حبه الميه دول دلوقتي بنغم فيها من ساعه ما جينا. كان واحد من زي كل الناس ناس عايشة بتجري وشقيانة وهي عايشة وخلاص. كان واحد من الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أكون بينكم الآن في رحاب الأمم المتحدة، هذا الكيان العريق قادما من بلد مصر بحضارتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، لأشرف بتمثيل مؤسسة معا، تلك الجمعية غير الحكومية الهادفة للتنمية المستدامة في وطن مصر. قد أتطرق في عجالة لألقي الضوء على توصيفي المهني، فأنا إعلامي أكاديمي بدأت حياتي العملية بالإعلام الاستقصائي والتوثيقي، إضافة إلى رئاسة أول قناة عربية تبث من أوروبا وتحديدا من لندن في تسعينات القرن الماضي. اكتست مرحلة طويلة أزعم أنني كنت راض عنها، لكنني من خلال معايشتي اليومية واختلاطي بكافة شرائح مجتمعي شعرت بأن الرسالة الإعلامية يجب أن تكون موجهة ولها معايير للأداء والإنجاز كي أكون محققا لبعض ما أتطلع إليه من أهداف في حياتي. فكرت واهتديت إلى أن أكرس رسالتي المهنية لمن كرمه الله، الإنسان، وتحقيق كل ما يسمو به ويحقق له رغد الحياة. مشاكله كثيرة، آماله عريضة، لكن الحلول متاحة دائما حينما نتكاتف، دولة بأجهزتها ومؤسساتها ومجتمع مدني منظم ونوايا خالصة وعازمة على العمل والإنجاز. صاحب هذا الاهتمام تغيير في بوصلة أدائي الإعلامي، فبدأت مع فريق عملي برنامج واحد من الناس في عام 2008 مصنفا كبرنامج إعلام تنموي أسبوعي، وكان البرنامج الذي التحقت به وتفرعت منه المؤسسة مؤسسة واحد من الناس التي أشرف برئاسة مجلس إدارتها، تلك الكيان الذي كان نوره لامعا فالتركيز الأكبر فيه على الإنسان ومعاناته. وتحدث الليثي في كلمته عن قضية العشوائيات في مصر وما تمثله من خطر يهدد مستقبل المجتمعات في كل البلدان، مؤكدا على دور جهود مؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع هذه القضية الخطيرة. ولطبيعة المجتمعات في الدول النامية تنتشر المناطق العشوائية، فكان اختراقنا للعشوائيات. في البداية يجب تحديد ما هو المقصود بالمناطق العشوائية. من خلال الدراسات والأبحاث، هي مناطق غير مخططة عمرانيا ومحرومة من الخدمات والمرافق الأساسية، مناطق الإسكان الغير رسمي الذي نشأ في غيبة من القانون. هي أيضا مناطق فقيرة ومزدحمة بسكانها الفقراء والمهمشين الذين ليس لديهم قدرة الحصول على مأوى أو أراضي للسكن، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى البناء في أي مكان وبأي شكل في غياب ورقابة الدولة. لعلي أسوق إليكم الآن بعض الأرقام والحقائق الصادمة. هناك أكثر من 18 مليون أسرة تعيش في العشوائيات، أسرة وليس فرد. بالقاهرة وحدها أكثر من 85 عشوائية، منها 68 مطلوب تطويرها و12 مطلوب إزالتها لخطورتها. تشير الدراسات إلى أن 81% من سكان العشوائيات يعملون بالقطاع غير الرسمي، وأن 20% من رجالها عاطلين، و38% من أسرها دخلهم أقل من 200 جنيه شهريا، أي تحت خط الفقر. في دراسة للمركز الديموغرافي بالقاهرة أوضحت أن العشوائيات تتسم بكثافة سكانية ومعدل تزاحم عالي يصل إلى 128 ألف ونص ألف نسمة في الكيلو متر المربع الواحد، أي خمس أضعاف المعدل المتعارف عليه بالقاهرة. أيضا أكدت تلك الدراسة أن 58% من سكانها يعانون من تدني الخدمات، فهم مثلا يستخدمون دورات مياه مشتركة. تشير دراسات المركز القومي للبحوث الاجتماعية حول أطفال المناطق العشوائية إلى انتشار الأمية في 80% من الذكور و95% من الإناث، إضافة لانعدام الجوانب الدينية. حذر تقرير لوزارة التخطيط بالاشتراك مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني من أن سكان العشوائيات التي تنمو بمعدل 3% سنويا سيصلوا إلى 28 مليون نسمة في عام 2025. إذن فهي قنابل موقوتة وحزام ناسف محيط بنا جميعا،
يكون فيه الإنسان محروما من الرعاية والحقوق في المأكل والمشرب والسكن والتعليم والصحة، أي حاجات الأساسية. وأبرز الليفي جهود مؤسسة معا للعشوائيات في مواجهة هذه الظاهرة عبر بناء مدن متكاملة واستيعاب ساكن العشوائيات فيها بعد توفير حياة أدمية كريمة تضمن لهم الحصول على الحقوق الطبيعية. هنا أتى دورنا كإعلاميين، حيث أكدنا على إبراز قضية إعلامية من خلال برنامج واحد من الناس الأسبوعي، فعملنا على رفع وعي المواطنين والمجتمع المدني حول تبعات قضية العشوائيات، وكانت هنا بداية مؤسسة معا التي خرجت من رحم مؤسسة واحد من الناس، وأصبح المبلغ الأول مساهمة من واحد من الناس لمعا قيمته 25 مليون جنيه لبنة أولى لاستئصال هذا المرض من الجسد المصري. فتكون مجلس إدارة معا ضاما وحاضنا لمختلف الكفاءات المعنية بالتطوير والعمل العام من فنانين ومهندسين وإعلاميين ورجال استثمار وأطباء، وسرعان ما أرست المؤسسة قواعدها الأساسية في الأرض عن طريق حساب بنكي مستقل وهيكل عمل منظم شفاف يخضع للحوكمة والرقابة. ولما كان لنا من جدية والتأثير في الواقع، انضمت لنا العديد من الشركات والهيئات الخاصة العاملة في مصر كجزء من مسؤولياتها الاجتماعية، فكانت لها أثر إيجابي في الدفع بمعا إلى الأمام والانطلاق بقوة لم نكن نتوقعها. أصبح لنا اجتماعات دورية يتم خلالها وضع خطط سريعة قصيرة الأمد وطويلة للتعامل مع هذه المشكلة. كانت آلياتنا من خلال معا بالاشتراك مع واحد من الناس أن نسعف الأماكن المنكوبة، فكانت القوافل التي تتجه إلى عشوائيات الصعيد أو القريبة من القاهرة والمدن المحيطة للتدخل والإنقاذ، فهناك ترميمات للأسقف وإمدادات بالمياه النظيفة والمعونات العاجلة، إضافة إلى العناية والمساعدة في تعليم الأطفال والارتقاء بالسيدات من خلال المشروعات الصغيرة العاجلة. أما الخطط المتوسطة وطويلة الأجل فكانت بالتعاون مع الدولة ومؤسساتها، ساعدتنا الدولة والأجهزة المعنية في تخصيص الأرض من أجل إنشاء مدينة متكاملة بفكر مختلف عن سابقتها. هدفنا ألا نفصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، استنادا إلى ما أقره البحث العلمي في هذا الصدد، فتكون المدينة الجاذبة المتكاملة، حيث المنزل والمدرسة والجامع والكنيسة ومقر العمل وتعليم الحرفة، إضافة إلى أماكن الترفيه. واضعين نصب أعيننا تجارب سابقة حيث كانت تهجر مدن جديدة، وذلك لارتباط ساكنيها بأعمالهم في مناطقهم العشوائية السابقة. وسوف أعرض على حضراتكم بعض الإنجازات لما تحقق في مدينة معا من خلال هذا التقرير المرئي الذي يوضح حجم الإنجاز على أرض الواقع. بدأ وميض حلم مدينة معا ضد العشوائيات يبزغ في مارس عام 2011 بلقاء جمع الدكتور عمرو الليثي مع الفنان محمد صبحي والفنانة حنان ترك والداعية الإسلامي عمرو خالد والسيد نيازي سلام في مدينة سنبل. حلم بمدينة متكاملة كل من فيها يستقي حقه بالحياة الآدمية، وإليها ينتقل هؤلاء الذين لا آدمية في حياتهم قاطن العشوائيات. فالحقيقة أنا شايف أن التقاء المحبة اللي موجود النهاردة والتقاء الخير اللي موجود ممكن يكون فاعل كبير جدا لينا كلنا، أن احنا نشعر أن عندنا مشروع قومي كبير كلنا عايزين نساهم فيه، كلنا عايزين نتحرك فيه. لم يتوقف الحلم عند حدود الخيال،
وبدأ وضع أولى خطوات التنفيذ في اجتماع موسع بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والإغاثة الإسلامية والأمم المتحدة وعدد من الفنانين لوضع استراتيجية يسير عليها المشروع. وبتعاقب الأيام تطاول بنيان مدينة معا، وبدت ملامحها ترتسم عمرانا على صفحة الصحراء. نحن اليوم بعد 4 سنوات نعلن انتهاء المرحلة الأولى من المشروع بإنشاء أكثر من 1000 وحدة سكنية بمشاركة حكومية. لقد بدأ تنفيذ الحلم في أكتوبر 2013 بمحافظة القاهرة، حي السلام ثاني بأول طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي على مساحة ما يقرب من 54 فدان. بناء على بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة تم بمقتضى حصول المؤسسة على الأرض المشار إليها بحق بعقد حق اندفاع ينتهي بعد إنشاء المدينة وضمان إدارتها بالشكل الذي يحقق نجاح هدف المؤسسة. وتعد هذه المدينة هي الأولى ضمن 5 مدن تنتوي مؤسسة معا بنائها في 5 محافظات، في المنيا، في اسكندرية، في السويس، في بورسعيد، بعد القاهرة إن شاء الله. ومخططا لمجتمع معا أن يضم 5300 وحدة سكنية، إضافة إلى مراكز خدمات لقاطنية تشمل مجمع مدارس ومستشفى ونادي ومسرح ودور عبادة. تم طرح المرحلة الأولى للمشروع والتي تتضمن إنشاء ما يقرب من 1300 وحدة من خلال مناقصة محدودة فازت بها الشركة المصرية للإنشاءات إيجيبكو، وتكلفت المرحلة الأولى ما يزيد عن 100 مليون جنيه مصري. أما المشروع ككل فالدراسة المصاحبة له تقدر تكلفته بنحو 400 مليون جنيه مصري. لا يزال أمامنا الهدف واضحا والأمل يظهر لنا جليا في أعيان أهالينا حين ننتهي من أي خطوة مهما كانت صغيرة، لكن الطريق طويل. نتطلع لأن نطويه سويا كي نصل بالإنسان إلى ما يليق به. فكان وجودي هنا بينكم ممثلا لمؤسسة معا لأحثكم على المساهمة معنا في هذا المشروع القومي. إنني أدعو حضراتكم لمد يد العون لهذا المشروع الوليد كي يشب صلبا ناهضا ببني وطني. أدعوكم للاستثمار بالوقت والجهد والمال معا في معا. ينقصنا الكثير، العقول المفكرة التي تنضح بالأفكار المبتكرة لهذه المدينة الجديدة، الخبرات التي تسهم في تحقيق الأفكار والأموال اللازمة للتنفيذ. نحن لا ندعو إلى التبرع، بل ندعو إلى المشاركة في بناء مصر العريقة التي نتمنى أن يعيش فيها أبناءنا. لدينا بعض من الكل، نفذنا الكتل الخرسانية، فليكن تركيزنا حاليا على بناء الكيان الإنساني السليم نفسيا واجتماعيا. لن يتحقق هذا إلا بالصحة والتعليم. إنني واثق من تكوين اللبنات الأولى في المستشفى الخدمي لهذه المدينة الآن. فلنبدأ بالأفكار فالتنفيذ. كل أمل أن أعود حاملا الخطوط الأولى لهذا الكيان العلاجي. لن يبخل أي طبيب من حضراتكم يسمعني ويحضرني الآن بخبرته وعطائه لهذا الكيان. التعليم صناعة الإنسان المعتدل المصري البعيد عن العنف والتطرف الديني، تلك الآفة التي ابتلي بها العالم. لا سبيل للتخلص منها إلا بالعلم والدين الوسطي
والعودة إلى قيمنا المصرية التي نشأنا عليها في زماننا الجميل. وأثق أيضا من وضع لبنات المدرسة بمراحلها المختلفة معكم إن شاء الله. التحدي كبير والمشوار طويل، لكن الهدف سامي وهو بناء إنسان. ولعلي أختتم كلماتي بأبيات للمتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدث خلال الاجتماع قنصل مصر بنيويورك السفير أحمد فاروق حول احتياج مصر لتعاون الحاضرين ودعمهم. On behalf of the Egyptian Consulate in New York، باسم القنصلية المصرية بنيويورك وباسم زوجتي ونفسي، اسمحوا لي أن أعبر عن امتناني نيابة عن جمعية الأطباء المصرية الأمريكية لهذه الدعوة وإعطائنا الفرصة للمشاركة في هذا الاجتماع الكريم. في الحقيقة أوجه الشكر للدكتور طارق والدكتورة منى طنطاوي لجهودهم البناءة. جهودهم البناءة التي بذلوها خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد كنت أتابعهم يوما بعد يوم، وأقدر جدا أن تنظيم مثل هذا الجمع يحتاج لمجهود كبير ليتم تحقيقه. شكرا جزيلا لكم. الشكر الثاني أوجهه لكل مواطن مصري هنا بنيويورك. في الواقع لقد أقمت مع عائلتي هنا لثلاث سنوات، وشعرت كيف يعيش المصريون هنا بنيويورك وقلوبهم بمصر. شكرا لتفانيكم، أعلم أنكم قادرون ويمكنكم أن تقدموا العون لمصر خاصة وهي في خطر، وأشعر أنكم تستطيعون تقديم مصر. اجتماعنا اليوم ليس للتسلية بل لكي نتذكر احتياجات قاطني العشوائيات، but meanwhile to remember the Egyptian needy people. هم بحاجة لمساعدتكم ودعمكم ومواردكم. And they need your resources at the end. Thank you once more and may God bless you all and may God bless Egypt. وكذلك تحدث الدكتور طارق الشافعي رئيس جمعية الأطباء المصرية الأمريكية حول مشكلة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين هم بحاجة ماسة للمساعدة والعون. Egypt giving the world something to talk about it until the end of time. أعطت مصر العالم شيئا ما ليتحدث عنه لآخر الحياة، وأعتقد أن رسالتنا هي رد جميل لمصر. واحدة من أهم الإشكاليات ليس فقط في مصر لكن في الكثير من الأماكن بالعالم. The people who live below any line. هؤلاء الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يعيشون في العشوائيات. هؤلاء المواطنون لا يملكون حياة ولا أمل. No hope. They are so vulnerable for anything. هم بحاجة ماسة لكل شيء. وأعتقد أنه على كل واحد منا أن يفكر كيف نتعاون معا لمساعدتهم وتطوير حياتهم وبناء مجتمع جديد للمناطق متدنية الخدمات بمصر. And we are planning to join with them for building the hospital. ونحن نخطط للانضمام لهم من خلال بناء مستشفى والذي يحتاج لبعض الخبرات التي تملكونها. نود أن ننشئ مستشفى على ذات مستوى الرعاية بمستشفيات الولايات المتحدة، حيث يمكن عمل جراحات متطورة بها وعناية مركزة وبرامج لضمان أمان المرضى. فكل ما نملكه هنا من خبرات علينا أن ننقله لمصر، والأهم أن ننقل خبراتنا
فنحن لدينا الكثير من الجراحين والأطباء المصريين سيرحبون بالعمل في مصر. واحدة من الإشكاليات هناك أن النظام الطبي مختلف بالكامل، لذلك فكرنا في إنشاء نموذج واحد صغير عبارة عن مستشفى صغيرة يمكننا جميعا تطويرها، ونحن جميعا ملتزمون أن نزورها بانتظام. وتحدث أيضا رئيس النادي العربي بالأمم المتحدة حول مشاريع مناهضة العشوائيات، ودعا الحضور للمساعدة في بناء الوطن. السيدات والسادة الحضور، أصحاب السعادة، سعادة السفير أحمد فاروق، سعادة السفير ماجد عبد العزيز، الدكتورة عمرو الليثي، الزميلات والزملاء الأعزاء، السيدات والسادة الضيوف الأكارم، باسم أسرة اللجنة التنفيذية للنادي العربي في الأمم المتحدة يسرني أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الذي تقيمه الجمعية الطبية المصرية الأمريكية ومؤسسة معا المصرية وبالتعاون مع النادي العربي في الأمم المتحدة لإلقاء الضوء على معاناة شريحة واسعة من أهلنا في الوطن الأم، وللعمل على إقامة أول مشروع متميز لإظهار التعاون والترابط بين المهجر والوطن، وهو ليس موجه فقط لمصر بشكل خاص بل إلى كل منا، لكي نظهر للجميع أن المشروع يمكن أن يتم في أي بلد عربي لمساعدة أهلنا هناك، وإننا نأمل أن يقوم كل منا بتقديم ما بوسعه لدعم أي مشروع كهذا المشروع سواء في مصر أو في أي بلد عربي آخر. ولا يسعني من هذا المقام إلا أن أشكر كل من يساهم ويعمل على إنجاح هذا المشروع، كما أود أن أشكر كل من ساهم على إقامة وإنجاح هذا الحفل، فهم كثيرون. ولا أريد أن أطيل عليكم، وأتمنى لكم سهرة ممتعة وسعيدة مع فقرات هذا اللقاء الذي يتم في قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في نيويورك. وأختم كلمتي بدعوتكم لنكون كلنا يدا بيد، ولنعمل معا على بناء وطننا بكل ما نستطيع، ولنكن معا، فهناك بالفعل من يحتاج إلينا جميعا بتكاتفنا وتعاوننا. وفي نهاية الاجتماع شدت المطربة المصرية غادة رجب بمجموعة من الأغاني الشهيرة. يا بلادي شافش الأمل في عيون
قام الدكتور عمرو الليثي بصفته عضو مجلس أمناء مؤسسة معا للعشوائيات بتفعيل بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق الشفعي رئيس جمعية الأطباء المصرية الأمريكية بالولايات المتحدة لبناء مستشفى مجهز بكل الخدمات الطبية بمدينة معا للعشوائيات دعما ومشاركة في توفير الرعاية الطبية اللازمة لأهالي العشوائيات بعد نقلهم لمدينة معا.